السلام عليكم. الجزائر عازمة على إنشاء مصنع بروبيلان في منطقة أرزيو، وذلك لأن المشروع هذا كان من المفروض أن يقام بالشراكة مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، لكن تماطل تاع الشركة هذه لأسباب نجهلها، أظن أن عندها جانب سياسي وجانب تعلق بالمشروع بذات حد ذاته. إذن بعد عامين من انتظار والتأخر تم فسخ العقد بين شركة سوناتراك وشركة توتال الفرنسية لإنشاء مصنع البروبيلان هدف في أرزيو. ولإنشاء هذا المشروع تم خلق شركة مختلطة ذات أسهم ستيب بوليمر اسبيا تابعة لمئة بالمئة جزائرية، وكذلك مع شريك بريطاني بتروفاك اش كيو سي، يعني جوين فانتور ما بين الشركتين هذو لإتمام المشروع هذا، واللي يتربع على مساحة 88 هكتار إذن، وبطاقة إنتاجية تاع 550 ألف طن سنويا من البروبيلان، وسوف تدوم يعني مدة الأشغال 42 شهر. وكذلك هذا المصنع سوف يشغل أثناء يعني الإنشاء ما لا يقل عن 6000 منصب شغل خلال 42 شهر نتاع تقريبا 4 سنوات تاع مدة الإنشاء نتاع المصنع هذا، وسوف يوظف 450 منصب شغل دائم بعد الانتهاء، يعني في مرحلة الاستغلال نتاع المركب هذا سوف يوظف 450 وظيفة دائمة ومباشرة، وحوالي 2000 منصب شغل غير مباشر. إذن وكذلك المركب هذا سوف يكون مطابق لكل القوانين الدولية في ما يخص الحفاظ على البيئة والحماية نتاعها، وسوف يكون فيه برنامج لغرس ما لا يقل عن 200 ألف شجرة حول المركب هذا، يعني يكون فيه حزام نباتي كبير وكثيف حول إذن المركب هذا اللي سوف ينجز كما قلنا في منطقة أرزيو بولاية وهران لإنشاء هذا المصنع اللي يعد أكبر مصنع لإنتاج البروبيلان في العالم. وللعلم أنه المادة هذه البروبيلان فيها عدة يعني ديريفي تاع البروبيلان هذا، ومنها البروبيلان غليكول اللي يستعمل في عدة صناعات، ومنها صناعة الكوسميتيك يعني والمنظفات وكل ما هو تحدقت يعني دون لي كونتينو اير كومبريمي، اذا اللي كما نسموهم حنا الفشفاشات هذو، ويدخل في عده صناعات وصيدلانيه وصناعات اخرى. هو ماده جد مستعمله، وهي التركيبه تاعها قريبه من تركيبه الغاز، انها ماده غازيه اذا، وجد مطلوبة في العالم في عدة دول. إذن المصنع هذا سوف يتم الانطلاق فيه بعد ما انتهت يعني العقد ما بين الشركة الجزائرية والشركة البريطانية لإنشاء هذا المصنع، وكذلك بالشراكة مع الشريك الثالث وهو الصين التي سوف تقوم بإنشاء هذا المصنع في منطقة أرزيو بوهران. إذن هنيئا للجزائر بهذا المشروع الهام الاستراتيجي اللي أكيد سوف يعزز القاعدة الصناعية في الجزائر. إذن أترككم مع نهاية الفيديو، السلام عليكم.